سبور اكسبريس. مرحبا بكم في سبور اكسبريس. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم والملاعبية كملوا اليوم تحذيراتهم لمواجهة المنتخب المصري غدوة مع 5 متاع العشية بتوقيت تونس في ملعب الدفاع الجوي في القاهرة. اخر حصة تمرين بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي ومبرمجة اليوم في ملعب المقابلة مع 5 متاع العشية. حصة من المنتظر ان تشهد مشاركة جميع اللاعبين. في النادي الصفاقسي وبعد غلق باب الترشحات للجلسة العامة الانتخابية ما نهار السبت آخر أجل كان تقديم الترشحات. الترشحات نعرفوا أنه يتم تقديمها بالبريد ولا في مكتب رئيس اللجنة. هل وصلت الترشحات خصوصا بعد الكلام اللي سمعناه في الويكاند؟ سؤالي جاوبنا عليه مراسلنا في صفاقس فتحي بوجناح. مرحبا فتحي. مرحبا بك مكي. أنت كل اللي سمعوا فينا في موزايك الى حد وقت قريب مكي، الى حد وقت قريب الساعه يعني بعد الظهر، حتى مطلب ترشح موصل بالبريد الى مكتب رئيس اللجنه المستقله للانتخابات في النادي الرياضي الصفاقسي. كما قلت موعد هو الختام لتقديم الترشحات نهار 9 يعني اول امس السبت، لكن الى حد اليوم تم الانتظار لانه ما وصلت حتى قائمه بشكل رسمي. ونخلينا نعاودوا ناكدوا ان هذه المطالب وجوبا عبر البريد، ما تمش اداء بشفه مباشره في مكتب الضبط او في اي شيء اخر. وعلاش يا مكي نخليه نزيد ونستناو لليوم العشية رغم اللي البوسطة نتاع الصباح يعني إيصال المطالب ولا حاجة في الصباح موصل حتى حتى مطلب ترشح إلى مكتب الأستاذ، نستناو اليوم العشية وربما حتى الغدوة الصباح، لكن ما نعرفش الحقيقة في الحد لكن الآن. فتحي في وسط هذا الكل فما برشا حديد، فما شكون حتى اللي أعلن ترشحه؟ شنية الحكاية؟ هي برشا قيمات وتشوفيها على الريزو سوسيو وفي مواقع بين الرياضيين بالأسم يعني قائمة رأسها أحد الأحباء لخير زادة كيف كيف قائمة زادة يرأسها الهيئة التسييرية رئيس الهيئة التسييرية الحالية، لكن كل إكلامات تنتظر التأكيد عبر إرسالها بالمطلب ترشح رسمي شفيق الدورة. لحد الآن هذه ما صارش وبطبيعة الحال هذه كلها يبقى بوليميك وتعرف فيها برشا حساب اللي ربما قلق شوية النادي الرياضي الصفاقسي اللي يحتاج الهيئة قارة سيفري، لكن يحتاج أيضا التوافق. هذا الكل اللي نشوفه فيه على مستوى قائمات يعكس ثم ما زال تنافر وما زالت اختلافات المطلوب يتم تجاوزها من كل أبناء النادي الرياضي الصفاقسي. لكن الأهم يا مكي لحد الآن إذا ما وصلش حتى ترشح يعني النادي الرياضي الصفاقسي 24 سبتمبر يصبح في حالة فراغ. من أوكد الأولويات أنه ينجح الاجتماع المبرمج الجديد للجنة العليا الدعم نهار الجمعة الجاية في الحمامات. واضح، شكرا لك فتح بوجناح. دونك الى حد اللحظه هذه موصل حتى ترشح بصفه رسميه للانتخابات النادي الرياضي الصفاقسي واجتماع الهيئه العليا للدعم وبرمج نهار الجمعه، بما انه كيف كيف الهيئه العليا للدعم من غير رئيس بعد نهايه المده النيابيه العبد العزيز المخلوفي. اكيد التطورات تابعوها معنا لحظه بلحظه على موزايك اف ام. في الأولمبي البيجي اليوم تم تأهيل متوسط الميدان المالي عبدولاي باتيلي والمهاجم الإيفواري إسماعيل سانجاري في انتظار وصول إجازتهم صفة رسمية وقتها ينجموا يشاركوا في المقابلات مع الفريق. من جهة أخرى تمارين الفريق شهدت عودة متوسط الميدان عثمان كومباسا بعد فض الإشكال ما بينه ما بين مدرب الأولمبي البيجي نبيل انغيس. إدارة مستقبل المرسى توصلت لاتفاق رسمي مع المتوسط الميدان الهجومي السابق للنادي الافريقي بلال الخفيفي في انتظار الإمضاء الرسمي للعقد اللي باش يجمع زوز أطراف. نهاية الأسبوع الحالي باش تشهد إجراء مقابلات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من المسابقات الإفريقية. نحكي على فريقنا الأتوانسة في رابطة الأبطال نهار السبت. النجم الساحلي يواجه الجيش الملكي المغربي في الأولمبي سوسة مع 4 متاع العشية. نهار الأحد في الكوت ديفوار مع 5 الترجي يواجه ديوان البوركيني. وفي كأس الاتحاد الإفريقي نهار الأحد في أثيوبيا مع ماضي ساعة ونص النادي الإفريقي يواجه نادي باهيردار. نهاية الأسبوع ترجع زاد البطولة في جولتها الرابعة نهار السبت. المقابلات المبرمجين من المجموعة الأولى في باردو مع 3:30 الملعب التونسي قهوة في القفصة. في سليمان مستقبل سليمان اتحاد بنجردين الأولمبي البيجي معفى. نهار الأحد مقابلات المجموعة الثانية كيف مع 3:30 في المرسى مستقبل المرسى نادي البنزرتي. في نجيب الخطاب في تتاوين اتحاد تتاوين الاتحاد المنستيري. وفي المتلوي نجم المتلوي يواجه نادي الصفاقسي. ترجي معفى الجولة هذه. وآخر مقابلة من الجولة الرابعة مبرمجة نهار الخميس 21 سبتمبر مع 3:30 في سوسة النجم الساحلي النادي الافريقي في الكلاسيكو.
أنس جابر وخرت زوز مراتب في التصنيف الجديد المحترفات التنس وموجودة في المرتبة السابعة عالميا. بالنسبة للصدارة الأول مرة من عام ونص أرينا سابالينكا تفتك الصدارة من البولونية إيغا شفيونتك. المهاجم السابق لبروسيا دورتموند أنطوني موديست وصل اليوم للقاهرة تمهيدا للإعلان على تعاقده بصفة رسمية مع الأهلي المصري والانضمام للتمرين. موديست عمره 35 عام من غير فريق حاليا بعد نهاية عقده مع بروسيا دورتموند، وأهم تجاربه كانت في ألمانيا مع فسي كون. كيف كما قلت بروسيا دورتموند لعب في سانت إتيان في بوردو في فرنسا ولعب كذلك في الصين. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بوناد.